بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا مع الأعلام في أول رسالته، العلم رقم 60، وذكر 80 علما في رسالته. اليوم في العلم رقم 60، مظفر القرمسيني رضي الله عنه ورحمه الله. الفاتحة لروحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مظفر القرمسيني نسبة لقرمسين، بلد بجبال العراق تسمى قرمسين، فنسب لبلده. زي وانا جاي دلوقتي في اذاعه القران يقول لك الشيخ طه الفشني، نسبه للفشن، بلده فشن. ويقول لك مثلا فلان طنطاوي، نسبه لطنطا، مع ان كل الطنطاويات لهم صعيد. ايه اللي جاب طنطا للصعيد؟ ها؟ والدروي. فتلاقي ناس يقول الشيخ ابراهيم البيجوري نسبه للباجور، والامام السيوطي نسبه للاسيوط، والسبكي نسبة للسبك، وهكذا. فكان العلماء، لان الازهر زمان كان مجموع علماء يجوا كتير طلاب علم من بلاد مختلفة، فيقوموا ينسبوا، وكلهم اسمه محمد، وكله اسمه طه، وكله اسمه احمد، يقوم المشايخ يميزون ببلده، واخد بالك؟ فيقول اسمه وينسبوا البلد، يقول لك المنياوي جاي من المنيا، السوهاجي، واخد بالك، وهكذا، المحلاوي، واخد بالك، نسبة للمحلة، وهكذا. فتجد ايه برضه نفس القصة دي موجودة، أو زي سيدنا مظفر القرمسيني نسبة لبلده قرمسين، بقرية في جبال العراق، من أشياخ الجبل، صاحب عبد الله الخراز وغيره. قال مظفر القرمسيني: الصوم على 3 أوجه. الصوم هو الامتناع مطلقا، امتناع عن أي شيء اسمك صائم، إذا امتنعت عن أي شيء تسمى صائما، هذا لغة. اما في الشرع فله تعريف مخصوص. كان زمان يصوم عن الكلام مثلا، يمتنع عن الكلام، برضه يسمى صائم. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، يعني يمتنع عن الكلام. وكان بعضهم كان يمتنع عن ان يستظل مثلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كافه انواع الصيام التي فيها تعذيب للنفس، الا الصيام الشرعي المعتاد الذي شرعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. هنا يتكلم على الصوم التربية، ليس صوم العبادة، ولكن صوم التربية، صوم النفس لتتربى وتتروض. فيقول: الصوم على 3 أوجه. صوم الروح بقصر الأمل، لأن الإنسان الروح زمنها زمان رباني، مش زمن دنيوي. إحساس الروح بالزمن غير إحساس الجسم بالزمن. أنت إذا نظرت في المرآة مثلا الآن، تجد شعرك قد يكون دبه بعض الشيء، وإذا نظرت لصورتك من 20 سنة تجد صورة مختلفة. فالزمن يظهر على بدنك أنت، جسدك، لكن أنت من جواك تحس أنك أنت لسه زي ما أنت، لأن الروح لها زمن تاني، لا تشعر بمرور الزمن. أنا كنت أتعجب وأنا طفل صغير، أقعد مع جدي يقعد مع أصحابه. وجدي ده كبير بقى، اكبر منا انا بقى بكتير، جيل تاني، جيل تالت كمان، يعني بينه وبينه جيل ابائنا. يقعد مع اصحابه الاقيه يتكلم كلام كانهم يعني شباب في الجامعه دي، مع اصحابه وكلهم شايبين. لان كنت اتعجب لما الواحد كبر عرف ان الانسان ليه روح تانيه، حاجه تانيه، يبقى من جواه لسه حاسس انه صغير من جواه. ليه؟ لان الروح ليها زمن غير زمن الجسد. الروح زمنها
مع الله، يقول يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ده يوم، وفي يوم تاني 100,000 سنة، ممكن أيام كتير عند الله سبحانه وتعالى. الأيام تختلف حتى وأنت في الدنيا من كوكب لكوكب، تجد مثلا اليوم على كوكب المريخ غير اليوم على كوكب الأرض، غير السنة على كوكب آخر، وهكذا تتفاوت. ولما تخرج من نطاق الأفلاك حيث لا زمن، فتجد يمر مهما يمر أوقات أنت زي ما أنت، لأن اللي يغيرك هو مرور الزمن. فإذا خرجت من دائرة الزمن تفضل زي ما أنت، فالجنة خارج دائرة الزمن. وعشان كده البني آدم في الجنة خارج دائرة الزمن. يعني يعني الزمن سببه إيه؟ ليل ونهار، ساعات وأيام، مش كده؟ ده الزمن. طب افرض فضل الليل على طول ما تكبرش، فضل النهار على طول ما تكبرش، ما بقاش في زمن خلاص، فايه اللي هيكبرك؟ ما فيش زمن. الجنه كده، الجنه على طول زي الاصفار، وقت الاصفار كده، عارف لما تبقى الدنيا مشقشقه بعد الفجر بساعه قبل شروق الشمس، هي دي الجنه على طول، ما فيهاش ليل. فتجد اهل الجنه يعيشوا عندهم 33 سنه ويمر عليهم ابد الاباد، يفضلوا زي ما هم 33 سنه، زي ما هم شباب، لا يطرى عليهم تغير ولا كرمشه ولا عجز ولا اي شيء. ليه؟ لان خرجوا عن دائره الزمن. تجد الانسان العجيب مكون من روح متعلقه بالزمن الاصلي اللي هو حيث لا زمن، فتتركب الروح في جسد متعلق بارض حيث الزمن، والزمن هو الحركه. الزمن هي حركه الافلاك، الزمن ببساطه كده هي حركه الافلاك. لو توقفت الافلاك من الحركه بيبقاش في زمن، يبقى احنا نستنتج ان الجنة لا تتحرك. الذي يتحرك في الجنة هم المنعمون فيها، تتوقف الحركة فيها، لان الحركة هي الزمن. يعني ايه الحركة هي الزمن؟ الارض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة تعمل لك اليوم، والقمر يدور حول الارض مرة كل 28 يوم وكسور يعمل لك الشهر، والارض نفسها تدور حول الشمس مرة كل 364 يوم وربع تعمل لك السنة. يعني الزمن حركة، حركة الافلاك، صح كده؟ مش هو ده الزمن؟ طيب ما فيش حركة، ما فيش زمن، توقف الزمن، توقف العجل، توقف القبر، توقف التغير. فالروح لا تتغير لانها سر من اسرار الله عز وجل، ركبها في متغير متحرك وهو الجسد. فتكونت النفس متقلبة، فكانت النفس محلها القلب حيث التقلب. فهمت المسألة بقى؟ فتلاقي الإنسان معقد جدا، مركب من أشياء متناقضة عجيبة، سبحان من جعله متوازنا موزونا متزنا. وعشان كده تجد بعض الناس في الأمراض يحصل له عدم توازن بين التركيبات دي المختلفة، يوم اللي يجي له مرض نفسي واللي يقولوا عليه ده عنده جن لابسه، واللي يقولوا عليه ده عنده مرض عضوي، واللي يقولوا عليه اي حاجه. لان الانسان مكون من اشياء متفاوته عجيبه الشكل، سبحان من ولفها مع بعضها، ومع توليفها سبحان من وازنها بحيث تستطيع ان تتوازن مع نفسك ومع الناس ومع ما حولك، وانت متحرك والكل متحرك والكل متغير وفيك الثابت. ده شيء عجيب. وعشان كده ويتكلم على الصوم بقى للإنسان هذا الكائن العجيب الضعيف القوي في آن واحد، ضعيف وقوي في آن واحد، قوي بالله وضعيف بذاته وبمكوناته لأنه من عدم. فيقول صوم الروح بقصر الأمل. الروح لما تنظر لزمن الأكوان كلها تجده قصير، فما تتعلقش بيه، فتلاقي الروح تعلقها بالآخرة على طول، لأن هي عايزة الخلود، هي أصلا جاءت من الخلود إلى الخلود. فلما تيجي تنظر إلى كل شيء في الأكوان تجده متحرك ثاني منتهي، مهما طال مليون سنة بعد كده يقول لك يخلص، الروح ما تبصلوش. لا تنظر الروح إلا إلى شيء باقي لأنها بقية، فتتعلق الباقية بالباقي. فهمت إزاي؟ فعلى شكل إذا غلب الإنسان عليه الروح
يكثر امله في الدنيا، ما يبقاش عنده امل في الدنيا ولا ينظر لي ولا يلتفت الي لغلبة الروح فيها. فيبقى صوم الروح بقصر الامل. فهمت ليه قصر الامل؟ لانها اصلا هي باقية، خلقتم للخلود تنتقلون من طور الى طور، مش كده سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول كده؟ يعني منذ ان اذن الله لك بالوجود وانت في صلب سيدنا ادم وانت في عالم الذر وانت لك وجود في الاكوان، ولكن بتنتقل من طور الى طور، قد تكون في فترة كامن زي يقول لك الطور الكامن لبعض الكائنات، فكان ايضا الانسان له طور كامن في اصلاب الاباء وارحام الامهات في عالم الذر. منذ اسجد الله الملائكة لسيدنا ادم كان لك وجود انت الان كان لك وجود. طب فين؟ مش فاكر انت. كان لك وجود روحاني، فالروح مستمرة من لدن سيدنا ادم منذ ان اذن الله لها بالوجود. وبعدين لما تيجي الانسان يبقى في بطن امه يتكون الاول الجسد اللي هيركب فيه الروح دي، والروح دي يجيبها الملك من حيث مخزونها عند الله لا يعلم مكانها الا الله، بعد 120 يوم يروح مركبها جوه الجسد اللي كانوا بيوضبوه جوه الرحم، ينفخ فيه الروح. الروح موجودة، ده هو جابها الملك بس شايل امانة عنده لحد ما يتكون الارض اللي هيركبها فيه. وبعد كده تتولد وتكبر، وبعدين يجي بعد كده الملك يروح واخدها ثاني بانتهاء الاجل. خدها انتهت، ليها وجود في عالم البرزخ ولها شعور، وتفضل منتظرة ومتعلقة بالدنيا والاخرة في ان واحد، متعلقة بموضع الجسد ومتعلقة بمقامها في الاخرة في ان واحد، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكون الجسد ثاني ويركبها فيه ثاني في البعث والنشور، وبعدين يدخلها جنة او نار. فيبقى خالد ولا مش خالد؟ خالد. فالروح باقية ولا مش باقية؟ باقية. الجسد ده لفترة بسيطة قوي في حياة الروح، صح؟ كأنك انت بالظبط عندك بدلة لبستها 10 سنين ودابت. فهمت ازاي؟ البدلة اللي دابت انت اللي ما دقتش. نفس القصة مع البدلة، الجسد. فتجد ان الجسد هو البدلة، تشوفه تلاقيه قرب يدوب، ده قديم ايه ده؟ لكن انت من جواك زي ما انت جسمك سليم، كذلك الروح مع الجسد. فصيام الروح انها ترجع لاصلها، تنظر للدنيا والمكونات فتجدها قصيرة الامل، فيقصر املها لتعلقها بالخلود، لان هي اصلا خلقت للخلود، ما خلقتش للفناء ولا للتغير. لا تحب التغير، الروح ما تحب الثبات، لانها دراكة عالمة بطبيعتها، دراكة وعالمة، دراكة اي مدركة وعالمة بطبيعتها. فهي لما تدرك ترى الدنيا على حقيقتها فتأنف منها، لانها دراكة بطبيعتها، ولانها مخلوقة للخلود ترى الجسد ثاني والاكوان متحركة، والكل المتحرك معناه الحدوث، والحدوث معناه الفناء، وكل من عليها فان فلا تتعلق به زي ما ملهاش تعلق. ادي معنى قصر الامل. فهمت ازاي؟ ما يبقاش عنده امل في الدنيا. شفت انت الصحابي اللي هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، قال يا رسول الله ارأيت ان قتلت ادخل الجنة؟ قال نعم، وكان في يده تمرات، قال انها لحياة طويلة لو اكلت هذه التمرات. شوف ادي قصر الامل لغلبة الروح عليه، غلبة الروحانية عليه، خليته حتى اللي كان بيندغه حس انه لو بلعه ده تضيع وقت ملوش معنى. شوف انت البلع ياخد منك ايه؟ يقول لك جزء من الثانية، الاطباء يقولوا ده جزء من الثانية، اول ما يدخل هنا في جزء منه تقدر ترجعه تاني، وبعديه والله لو عملت ايه ما يرجع، هو هينزل غصب عنك. فشوف انت ادي معنى غلبة الروحانية على الانسان، يكثر امله خالص، لدرجة حتى يبقى مش عايز ياخد نفسه ويرجعه، لا عايز يرجع لاصله. فراح رمى الثمرات. ادي احوال الصحابة. عشان بعض الناس يقول لك
ايه الجماعه الصوفيه بيقولوا حاجات الصحابه ما تحققتش ليها؟ مين قال لك؟ انت اللي قريت السيره بدون بصيره، لكن اقرا السيره ببصيره تفهم ان الصحابه تحققوا بمثل هذه المقامات. لكن الصحابه كانوا مشغولين في اشياء هامه وهي تثبيت دعائم هذا الدين، فلم يتكلموا على المعاني دي، عاشوها دون ان يعبروا عنها فقط بس. وترى كلنا احنا بقى لما فضي المسلمون بعد الفتوحات ان يبتدوا يعيشوا ويبتدوا يعبروا عن هذه المراحل فقط، لكن الصحابه عاشوها ولكن لم يعبروا عنها. صوم الروح، لان هي اصلا من الله سر. لما كان هناك عالم روحاني في عالم الذر، قال ألست بربكم؟ في حد قال لا؟ في حد ناكف؟ حتى فرعون ابو جهل قالوا من؟ لان طبيعتها درك. فهمت ازاي؟ مدرك ان لا واجد ولا خالق الا الله، مدركه تماما. وكانت شايفه الملائكه، بعبدت الملائكه ولا انبهرت به، مع ان الملائكه عندهم بعض القوه قد يتعجب منها الانسان، لكن خلاص ده ربنا اللي اداها، فما يتعجبش ليه. زي ما تتفرج انت على حاوي كده يا وتسقف له كده شويه، لكن هتعبده يعني علشان مش عارف عمل ايه، تبقى متعجب بس. لكن الله هو الله، فطبيعه الروح انها دراكه عالمة، حتى روح الكافر. وعلى شكل الكافر اول ما تخرج روحه يدرك على طول، كشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. يقولوا ان الانسان بعد الوفاة ايمان فرعون كايمان ابي بكر بعد الوفاة، لكن ما ينتفع، كله رجع لاصله بقى، كله راجع للادراك الاصلي. فهمت ازاي؟ حتى المجتهد اللي اخطأ في اجتهاده بعد خروج روحه يعرف الحق فيه. اختلطها بقى، ما احنا لسه قايلين قبل انت ما تيجي بقى انها اختلطت باطوار كثيرة، يعني دخلت في الجسد، والجسد من تراب، والتراب متحرك وهي ثابتة، فاختلط المتحرك بالثابت فتكونت حاجة جديدة اسمها نفس متقلبة، لها نوازع باقية ونوازع ثانية. النوازع الفنيه اللي هي الشهوه، والنوازع البقيه اللي هي الاشياء الروحانيه. فهمت ازاي؟ تفضل تتنازع بقى، فالتنازع ده يؤدي الى التقلب، فالتقلب يظهر القلب فسمي قلبا. فهمت المساله؟ فلما تغلب الروحانيه يقصر الامل، كلما غلبت الروحانيه كلما قصر الامل، كلما زادت الحيوانيه اللي هي الجسديه اللي هي الشهوانيه كلما طال الامل. كده برضه ارتبط بالارض بقى، ارتبط بالارض وكوش، لانه عايز يرجع، كل واحد عايز يرجع لاصله، الجسد عايز يرجع لاصله متمسك بالارض لان دي اصله، والروح متمسكه ايه؟ بعلو المكانه، واخد بالك ازاي؟ وبالقدس الاعلى، وان الى ربك المنتهى. ففي تنازع كبير، اذا غلبت تبص تلاقي البصيره تنظر الى الغالب، البصيرة وهي عين القلب تنظر للغالب. فإذا غلبت الروحانية نظرت إلى الآخرة قصر أمل، وإذا غلبت الشهوانية نظرت للأرض واخد بالك فطال أمله. واخد بالك ازاي؟ ما هو دي بقى بتهذيب النفس برياضة النفوس اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي بقى لنا سنين، بالذكر وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، وبمخالفة الهوى والشهوة. واخد بالك ازاي؟ لان الشيطان بيقودك بزمام الهوى والشهوة، ورب العالمين يقودك بزمام الايه؟ الخوف والرجاء، وهكذا. فالانسان بقى بيبتدي يحصل نوع من التدافع ونوع من الحرب الداخلية، الجهاد، هو ده الجهاد الاكبر، لأن جهاد العدو موقوت، إنما جهاد النفس مستمر. جهاد العدو هتحارب شهر، شهرين، سنتين، ثلاثة، وفي الآخر يا إما نصر يا إما شهادة يا إما اتفاق ومهادنة، وكل حي يروح لحاله، مش دي اللي بيحصل؟ لكن حربك مع نفسك مفيش مهادنة.
ليل نهار، فده جهاد اكبر، جهاد اكبر صعب، عايز واحد باستمرار. تقدر انت تنام وانت في معسكر الاعداء؟ كذلك الانسان اللي هو بيروض نفسه ما يقدرش ينام، هتعض فيفضل منتبه في كمال الانتباه. هي دي التقوى، شمرت وحذرت. ويقول له ايه هي التقوى؟ قال له ايه؟ هل سرت في طريق كله شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وحذرت. تنام انت الطريق كله شوك؟ هي دي التقوى بقى، واخد بالك ازاي؟ تبقى في كمال الانتباه. يبقى الروح، صوم الروح بقصر الامل. طيب العقل بقى اللي هو ربنا جعله حكم دولي بين نوازع الروح والجسد، ربنا جعل العقل ده، اما يبقى في فريقين بيتنازعوا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك حكم بينهم اللي هو العقل، مناص التكليف، يقوم يشوف ما يصلح لكل طرف ويديهوله، لانه عاقل بقى، وسمي عقل علشان بيعقل، عشان بيحجز، يحجز كل واحد عما يضره، مش كده برضه؟ فده سمي العقل. طيب وصوم العقل ايه؟ العقل يجد ان اللي هيضره الهوى والشهوة، فيعقل النفس عن الهوى والشهوة ويديها حاجتها، بس ازيد من كده ما يسيبهاش، والا هتمرح بيه وقد تقتله، تريد موارد الهلكة. فالعقل يعقلها، ومنها العقال، عقال البعير، لان النفس كالبعير. فهمت ازاي؟ لانه يعقلها يربطها. فالعقل، صوم العقل ايه؟ بمخالفة الهوى، اللي هو الهوى الجامح الذي يؤدي الى الخروج عن حدود الشرع الشريف. فهمت ازاي؟ ادي العقل. طب وصوم النفس؟ النفس بقى اللي هي عبارة عن الخلطة المهادنة بين الروح والجسد. اذا كانت نفس مطمئنة وبغير هدنة، ان كانت نفس لوامة، وبغلبة الجسد والشهوة، ان كانت نفس امار. فهمت ازاي؟ فدي بقى النفس دي بقى، لان في روح مع جسد اختلطوا مع بعض، في جزء من الخليط مهادن وجزء من الخليط مشاكس. الجزء المهادن ده نفس، فهمت ازاي؟ والجزء المشاكس الهوى والضمير، يقول لك ضميري، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الوازع الملكي الروحاني. يبقى في جزء بيتنافر وجزء مهادن. الجزء المهادن ده يكون النفس، اللي هي النفس المتزنة الغير مريضة. النفس المتزنة الغير مريضة دي قد تكون أمارة، ودي نفس الكافر، وقد تكون لوامة، ودي نفس المسلم، وقد تكون مطمئنة، ودي نفس المؤمن، وقد تكون راضية، ودي نفس المحسن المراقب، وقد تكون مرضية، ودي نفس المحسن المشاهد. فهمت ازاي؟ فدي شغلانة بقى تانية. يبقى كل الحكاية دي خلطة عجيبة، وده اللي يخليك تعرف ان علاج الانسان من اصعب ما يمكن، لان امراض الانسان بقى قد تأتي من الجوانب الخطيرة دي كلها. وعشان تعرف ان الطب الانجلوساكسوني اللي بنتعلمه في القصر العيني وفي الدمرداش وفي كليات الطب المختلفة على مستوى العالم، ده طب فاشل، نجح في جانب واحد، لكن ايه فشله؟ انه ينظر للانسان انه عبارة عن مكنة بس، مكنة عبارة عن مكنة وتفاعلات كيماوية يحصل فيها نوع من التوازن او الخلل فينشأ المرض بس. لا، الانسان مش كده، ده جزء بسيط من الانسان وليس كل الانسان، وعلشان كده نجحوا في علاج جزء بسيط من الامراض وليست كل الامراض، مش كده؟ بس ادي المشكلة. وعلشان كده نشأ بقى وسائل طبية كثيرة ثانية، طرق علاجية مختلفة كثيرة، لدرجة ان ساعات يعالجوا المرض بالمرض، ودويني بالتي كانت هي الداء، مش كده؟ ويعالجوا المرض باشياء تحدث اعراض تشبه المرض،
يتناول بعض الادويه اللي تحدث نفس اعراض المرض. وده منشا مدرسه كبيره الوقت في اوروبا اسمها الهوميوباث اللي هو الطب المسيح. وبعدين نشا بقى الطب الصيني بعلاج الكهرومغناطيسيات اللي حوالين الانسان، الابر الصينيه والشغلانات هي. ونشا السحر والدجل، ونشا العلاج بالقران وبالدعاء وبالرقيه. ونشا ليه؟ لان الانسان مكون من اشياء عجيبه، وكل نوع من هذا الطب نجح في بعض الاشياء وفشل في اشياء اخرى. مفيش علاج ناجع لكل حاجه. طيب ما هو علاج، ما القران موجود، ليه القران الناس ما انتفعوش بيه في علاج جميع الامراض؟ لان القران علاجه روحاني اساسي، والانسان مش روح بس، ده شغلانه معقده. فان كان مرض روحاني يعالج بالقران قولا واحدا يستفيد. وعشان كده العلاج القراني يفيد في العلاج الروحاني 100%. فالناس تشوف واحد خف من بالقران يقوموا ايه، يقوم كله عايز يجري يتعالج بالقران. لكن مش كله عنده نفس مرض اللي خف، فتلاقي مش كله يستفيد. فهمت المساله بقى؟ فالحكايه اصعب مما تتصور انت. وعشان كده الانسان ده، انسان ده تكوين معقد عجيب. ادي معنى بقى ايه؟ ان هو ضعيف وقوي في ان واحد، ضعيف وقوي في ان واحد. فسبحان الذي خلق فسوى وفي انفسكم افلا تبصرون، ايه عجيبه. شوف بقى، هو هنا العلماء النورانيين دول يديلك كيفيه رياضه كل جانب من جوانب هذا الانسان. الانسان ده له جوانب كثيره، يعني مش في حاجه تقول لك البعد الثالث وفي البعد الرابع وفي البعد الخامس وفي البعد السادس، قالوا في 6 ابعاد مش 4 ابعاد كمان. واخد بالك ازاي؟ بيضيف على الاربع ابعاد المعروفه البعد الزمني والبعد المكاني، يبقى بيضيف عليها بعدين كمان مع الاربعه المعروفين، يبقى في 6 ابعاد. الانسان كده برضه مليان ابعاد عجيبه. ها؟ الطول والعرض والارتفاع والعمق كده برضه. يبقى صوم الروح بقصر الامل وصوم العقل بخلاف الهوى، ومن هنا يكون عقل نفسه، يعني شدها كده بالعقال، عقل نفسه عن الشهوة والهوى كده برضه. وصوم النفس بالامساك عن الطعام والمحارم، يعني المحرمات، المحارم اللي هي المحرمات، بالامساك عن الطعام اي الزائد عن حاجة النفس، لانه الزائد عن حاجة النفس يصيبها بالتخمة والشره والقوة فيقوى فيه، والامتناع التام يمتها وانت مش عايز تموتها، لان هي دبتك التي توصلك الى الاخرة. حد يبقى في صحراء يموت الدبة بتاعته اللي هي راكبها وهتوصله، يبقى مجنون. فلازم لا تجعها الجوع اللي يقتلها، ولا تشبعها الشبع اللي يخليها ما تسمعش كلامك. وانت ماشي في صحراء تقول لها حرام مش عايزه تمشي، تضربها مش عايزه تمشي، طب امشي الناحيه دي عايزه تمشي الناحيه دي، طب ما هو كده هتتوه هتتوهها، او لو شبعتها هتعمل فيك كده، ولو جوعتها هتموت خالص. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تديها الحاجه الضروريه اللي بيها تبقى باستمرار راغبه فيك، تقوم تسمع كلامك زي الفرس في السبق. يعملوا ايه؟ لا يجوعه ولا يشبعه، ويخليه مايل للجوع شويه، ويحطه قدامه حته سكر مش كده برضه، يعني يغريه حد هالك بس تجري في الجهه دي، يفضل يجري في الجهه دي. يبقى كده هو ساق الفرس زي ما هو عايز في الجهه اللي عايزها ولا لا؟ هي نفسك كده، هي دي النفس. لا تجوعها الجوع القاتل ولا تشبعها الشبع اللي يقتلك. واخد بالك ازاي؟ ادي معنى الصوم عن الطعام، مش الامتناع بالكليه ولا الشره بالكليه، ولكن الاعتدال، ترك الفضول والمحارم المحرمات. لان الطعام مباح مش كده؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى تمتنع عن الاسراف في المباح مش كده برضه، وعن الوقوع في المحرم. اري صوم النفس، لا تقع في المحرم ولا تسرف في ايه؟ في تناول المباح.
يبقى ادي صوم النفس. وترك المحرمات طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قايل من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله من ترك طعامه وشرابه، مش كده برضه؟ قال المحرمات، انا صايم الحمد لله ومش هاكل ولا هشرب لحد غروب الشمس، لكن قاعد طول النهار بكذب وبعك وبشتم الناس، طب ما اكل فول وطعميه احسن وما اشتمش الناس، على الاقل الفول والطعميه مباح والميه مباح، لكن شتمه الناس حرام. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه، الحديث في البخاري. يبقى النبي نبه لنا ودنا الانوار اللي بيها هؤلاء العلماء عرفوا من هذه الانوار هذه المعاني فعاشوها، فلما عاشوها عبروا عنها، واخد بالك زي تعبير المعايش. وقال مظفر اخذت الارفاق، ارفاق النسوان على اي وجه كان، الارفاق اللي هي يعني المعونة، لما واحد يدي لك معونة كده ويساعدك يسموه ايه، رفق به. فبيقول اشد حاجة تضر المريد والسالك الى الله معونة النسوان. ليه ما قالش معونة الرجال؟ لان النفس بطبعها عند الرجل ميالة للنساء، فهي ميالة بطبعها بدون معونة، فما بالك كمان، وبعدين النفس اسيرة لمن احسن اليها، فيجوا كمان النفس ميالة ليهم وكمان يحسنوا اليك، تقوم تدلق، تقوم تلتفت الى غير الله التفات بالكلية فيضروك. شفت بقى كلامهم؟ لان النفس بطبيعتها من غير حتى ما يعينوك ملتفتة الى النساء بطبيعتها، مش كده برضو؟ فما بالك احسنوا اليك كمان، يبقى صار مش مريد، صار جرد المدلوك، يتدلق خلاص. ولو اتدلق هتعرف تكب فيه خير؟ ما هو مدلوق بقى كالكوزي مجخية. شوف النبي قال كده عليه، قال جرد المدلوق بقى، بس قالها بالالفاظ الجميلة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيقول ان تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعواد الحصير، اي قلب اشربها نكت فيه نكتة ايه سوداء، واي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين ابيض مثل الصفا لا يضره شيء، اللي هو انكر الفتن، واسود مرباد كالكوز مجخية، زي الجرد المدلوك، هي كالكوز مجخية يعني الكوز المقلوب كده، يعني جرد المقلوب. فالانسان يحب يعيش جردا مقلوب؟ ما يلقش بيه، تعرف انت ما تشتم واحد تقول له يا جردل، صح؟ يبقى الواحد ايه، علشان كده هو مش عايزك تعيش جردل. ادي الشيخ مظفر، فهمت؟ يقول اخطر ارفاق، يعني اخطر معونة تأتي المريد تأتيه من قبل النساء، لان هو بطبعه ملتفت اليه بطبعه الاصلي، فاذا اعانوه كمان، والانسان اسير لمن يعينه ويحسن اليه، يوم يبقى اسير ليهم اسر لا يستطيع ان يلتفت عن سواه، فيبقى يشغلوه بالكليه. فهمت؟ ادي معنى كلام. وقال الجوع اذا ساعد، يبقى بالنسبه للنساء ارفاق الرجال، يبقى المرأة التي تريد ان تصل الى الله عليها الا تلتفت الى معونة الرجال، لان بطبع المرأة ملتفتة للرجل كما ان بطبع الرجل التفات للمرأة، يبقى ايه، يبقى نفس القصة، هو بيتكلم هنا لانه رجل في جانب الرجال. فيقول اخذت الارفاق، ارفاق النسوان. نيجي بقى لما نيجي نكلم النساء نقول لهم اخذت الارفاق، ارفاق الرجال، لا، يبقى الرجال المحارم بتوح، انما لا تقبل من اجنبي حتى لا تطمع فيه ولا يطمع فيه، واخد بالك؟ يبقى محارمها بس، خدت بالك؟ انما زميلها في الشغل كل يوم يعزمها على الفطار، زميلها في الشغل كل يوم يمر عليها بالعربية ياخدها في طريقه، اصلها ساكنة جنبه، كانتهم خيبة، هيخيبوا، صح؟
يبقى ارفاق الرجال خطر ولا مش خطر؟ خطر جدا. انت تقبل كده؟ لا طبعا. اهو الشيخ بيقول اهو. الشيخ بيقول اهو. ها؟ طب انت تقبل ان رئيستك في العمل عشان جارتك تعدي عليك كل يوم بالعربيه توصلك؟ لا ما لا عموما يعني. وبعدين وهي مروحه توصلك، ما هو اعكس الصوره بقى. وبعدين كل يوم تجيب معاها السندوتشات تاكلك، ده انت هتعيش طول النهار والليل بتفكر فيها. صح؟ حتى تشرب محبتها غصب عنك، ما هو الانسان طبيعته انه يحب من احسن اليه. دي طبيعه الانسان المعتاد كده. واخد اسير المعروف. فاذا اثرتك انت عايز تخش السجن برجليك؟ ما هو لما تاثرك معناها دخلت السجن برجليك. اديت لها ايديك وكتفت نفسك. وخليتها هي اللي تسوقك. يبقى السندوتش يفتح لك. والتوصيله يفتح لك. هينبني علي ان انا هتسجن. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام العلماء. ادي معنى كلام العلماء اللي تفهمه. واخد بالك ازاي؟ ودي المشاكل. انت ما بتقرا كل الحوادث وبريد الاهرام ومش عارف ايه، تجد معظم البيوت بتتخرب من ايه؟ من ارفاق الرجال بالنسوان وارفاق النسوان بالرجال. كله بيجي من هنا. صح ولا لا؟ معظم حوار الحاجات دي كلها بتيجي بالطريقه دي. كان في كل زمن هو لان هي النوازع هي. لكن بس الوسائل بتختلف. كان بيعدي عليها بالفرس، قبل كده كان يعدي عليها بالحمار، قبل كده كان بيعدي عليها على رجليه. والوقت بيعدي عليها بالعربية. وهكذا هي لكن هي. النوازع هي تتغير الوسائل. لكن الإنسان هو الإنسان. فهمت ازاي؟ والنفس هي النفس. وقال الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرة وينبوع الحكمة وحياة الفطنة ومصباح القلوب. يقصد بالجوع هنا يعني عدم الشبع من المباح، مش ترك المباح بالكلية، لا، عدم الشبع من المباحات. يعني تاخد من المباحات بقدر الضرورة، فتجد يبقى عندك ذكاء وقريحة تستطيع بها تدرك الحكمة. انما اشبع تماما تنام الفكرة. اذا شبعت تماما نامت الفكرة. فهمت كده؟ الجوع اذا ساعدته القناعة. طب افرض ان انا خدت من المباح بقدر الحاجة، لكن انا مش قانع، انا طماع، ده انا عايز اكتر. يبقى ما عنديش قناعة، ما استفدتش بالجوع. لوجود التعلق فانا ما استفدتش، كاني خدت الدواء لكن باخد معاه حاجه توقف مفعوله. فهمت ازاي؟ باخد معاه حاجه توقف مفعوله. يبقى باخد الدواء بتعاطاه صحيح، لكن عندي حاجه مضاده لمفعوله وقفاه. ها؟ الرضا. ان الانسان يرضى بما اقامه الله فيه وبما قسمه له. ولا يتعلق قلبه بما ليس في يده، ولا ينظر لما في يد غيره. والا يبقى طفل. شوف انت الاطفال لما تجيب مثلا اكياس شيبسي الوان مختلفه، وعندك انت خمس عيال في البيت ولادك، واحد لونه احمر واحد لونه ازرق، كل اللي فيه شيبسي ده اللون اللي مختلف بس، كل اللي فيه بطاطس ومعموله في مصنع واحد، تبص تلاقي تحت الحريقه. اللي خد الاحمر عايز الازرق، واللي خد الازرق عايز الاخضر، واللي خد الاخضر عايز الاصفر. وتحصل حريقه ليه؟ لان كل واحد ناظر لما في يد غيره، مش ناظر لما في يده. ده اللي بيحصل مع الكبار في الدنيا. ربنا ادالك عربيه زي كيس الشيبسي وانت طفل، لكن في مركه احسن منها، تبقى راكبها واقف في اشاره المرور عينيك على العربيات الملعلطه. جاتنا نيله بحظنا اللي بقى. ايه العربيه اللي زي الزباله دي اللي انا راكبها؟ مش باصص للي ماشي على رجليه. فيقوم ما يحمدش ربه. يبقى هتجيله الفكره امتى؟ ما عندوش رضا. لانه باصص في ايده ايه؟ نفس قصه الطفل الصغير بتاع الكيس الشيبسي. واخد بالك ازاي؟ وربك بيختبر الناس بالالوان.
فهمت ازاي؟ بس بيختبرهم بالالوان فقط، لكن الحقيقة كلها واحدة جوه، كل الستات حاجة واحدة، لكن دي ملعلطة ودي ملونة ودي رفيعة ودي تخينة، لكن كله حاجة واحدة. هتسبع بالحلال بتاعك ولا هتقعد تبص للالوان المختلفة؟ بص للالوان المختلفة، مش هتخلص، مش هتخلص، كل يوم هتلاقي منقط ومخطط كله كده. نفس حركات الاطفال الصغيرة موجودة فينا بس مع اختلاف المتطلبات. الطفل عايز لعبة، انت عايز عروس، اللي عايز عروسة معاه عروس، عايز شقة، واللي عنده شقة عايز عربية، ولما ياخد ده كله مش عاجبه اللي خده، عايز اوسع وعايز موديل احدث وعايز واحدة اجمل وعايز طفل اذكى من الاولاد وهكذا. خد المنصب عايز الاعلى، وعايز ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. يبقى حتى لو جوع نفسه ما يستفدش، لانه ما فيش قناعة. فهمت بقى المسألة؟ لازم يقنع. الحر عبد ان ايه؟ ان قنع ولا قانع؟ ان قنع بفتح النون يعني سأل، ما هو قنع يعني سأل، ومنها القانع والمعتر، وقانع يعني راضي من القناعة، القناعة من قانعة، والقنوع من قانعة. فهمت؟ لو فتحت النون بقت سأل شحت، فيقول لك الحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فاقنع يعني ارضى ولا تقنع ولا تسأل، فلا شيء أضر من الطمع. فهمت بقى المسألة؟ والطمع عكس القناعة. كل الكلام ده فهموه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه والقرآن. مش النبي قال كده؟ ارضى بما قسمه الله لك، يعني اقنع، اقنع تكن أغنى الناس. عايز تبقى أغنى الناس؟ قال له كوش يبقى عندك أرصدة وملايين ومليارات. قال له اقنع بما قسمه الله لك، ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. شفت الكلام الحلو؟ يبقى الجوع يفيد اللي هو اخذ الضرورة من المباح في الفكرة اذا ساعدته القناعة. اصل طول ما انت ملتفت مش هتتعبد كويس. فهمت ازاي؟ طول ما انت ملتفت يعني بتبص. تصور انت ماشي هنا والطريق ده كله اعمدة، وماشي ملتفت باللي في ايد غيرك اللي وراك، هتخبط في كام عمود؟ كل الاعمدة هتخبطك. هتوصل امتى؟ مش هتوصل للباب، ولا هتروح النهاردة، هتبات في المستشفى. هو ده اللي بيحصل في السالك، في اللي ماشي في طريق الى الله. يبقى ملتفت لما في يدي غيري، يقوم يتخبط في شهواته. فهمت ازاي؟ يوم ما يوصلش ويتعور ويموت بدري بدري وما يوصلش الحاجة، انما يمشي كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان جل نظره الملاحظة. شوف وصف النبي، كان جل نظره الملاحظة، وكان اذا نظر الى شيء من ايه؟ من امور الدنيا فاعجبه يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجر، يعني حتى يطردوا. وربنا لما قال له لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني هل النبي كان بيبص متطلع ولا بيبين لنا ان ده واقع النبي؟ ده بيبين لنا ان ده واقع النبي. فهمت ازاي؟ اي استمر فيما انت عليه من عدم التعلق بزينة الدنيا التي في يد غيرك حتى لا تلتفت الى سوانا. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فيقول لك بقى الجوع مفيد امتى؟ اذا ساعدته القناعة، فهو مزرعة الفكرة. ناس كتير يقول لي انا حاولت احفظ القرآن كتير مش عارف اختمه، ولما احفظ حاجة انساه، ولما هحفظ القرآن امتى؟ انا بقالي كده 20-30 سنة لا عارف احافظ على اللي حافظه ولا عارف اختمه.
ولما اختمه الاقي نفسي نسيت اللي قبله وافضل كده. عارف ليه؟ لانه ملتفت، ملتفت الى غير ما هو فيه. مش هتحفظ القرآن ولا تستمتع به طول ما انت عندك هم الخلق وهم الرزق، ومش هتستفيد بالقرآن في العبادة ولا تعرف حلاوته في التلاوة طول ما انت عندك هم الخلق وهم الرزق، لانك ملتفت. اخلص بقى من هم الخلق وهم الرزق، يا ده انت تسمع الحاجة مرة واحدة تحفظها. هم الخلق وهم الرزق، ان تهتم بالخلق وتهتم بالرزق. يعني قاعد بتنظر لزينة الدنيا اللي في ايد الناس وبتعمل